بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معانا في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم انيمال فاكتوري. معانا اليوم ولد خلوق هوايه حلوه، ويانا اخونا خالد الغيث. شلونك ولد؟ بخير الله يسلمك. طيب والله بخير ان شاء الله. مرتاح؟ الله يعزك. اول شيء كلمنا، شلون دشيت بهالهوايه؟ منو حببك فيها؟ متى بلشت بهالشيء؟ طبعا بلشت انا 2012. 2012 طبعا بلشت فيها بالسوق. السوق كان في انواع حياية وسحالي، تمام، كنت اشوفهم اشتريهم او عندك السلاحف. انت شلون دشيت بالمود؟ يعني شلون حبيت هالشيء؟ ليش انا شفت انه شيء غريب، انه يعني ما خفت منها بداية؟ لا خفت منها بلا، خفت منها، شريت سلاحف سحالي، تمام، بعدين خليتهم على السحالي والسحاحف، وعندي كان شوية سمك وكذي. بعدين صار في معرض بالكويت باكوا بارك، تمام، حق زواحف. رحت انا والوالده الله يحفظها، رحت حق المعرض، قاعد اشوف 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 اشوف، كان اقول حق امي ابي حيه. تقول لي اول حيه؟ اول حيه. تبي حيه؟ كيف ردت فعلها؟ قالت لي كيفك بس تمسكها. حيه كانوا يعني مالت بر، ايه، بس بالمعرض كانوا يبيعونها. تمام. قالت لي امسكها، مسكتها واموري تمام وكل شيء. كنت خايف منها طبعا، شكبري انا وخايف منها صغيره، مسكتها وشريتها. تمام. ثاني يوم معرض اروح شفت تمساح، قلت حق امي ابي تمساح. ها مشيت؟ مشيت على طول ثاني. ما فكرت انه يعني انا كنت ياهل. ايه؟ هذا يعني حيوانات عزك الله. صحيح. كان اقول لها ابي تمساح، وخذيت تمساح. بعدين اقوانه، خذيت اقوانه تقريبا طولها متر وشيء. ما شاء الله. ومشيت مشيت بالزواحف، قطعت سنتين تقريبا، رحت امريكا. تمام. جبت معي كم اي معرض، جبت معي كم شغله. قالوا لك عنه ابو وليد ولا انت رايح؟ لا انا كنت رايح هناك علاج حق امي. الله يرحمها. حلو. الله يرحمها. الله يرحمها. خذيت رحت خذيت تذاكر. تمام. رحت المعرض. تمام. بس يعني عرفت ان رحت المعرض عشان اشوف، مو عشان اشتري او شيء. ودك تحضر وتشوف. اي احضر واشوف، اشوف شلون يربون. اخذ معلومات. اي اخذ معلومات، اشوف شلون طريقة إنتاجهم وكذي. قلت حق أمي أبي بيرد دراجون، اللي هو عشان نوضح بس حق الناس، يعتبر من السحالي. من السحالي. شنو اسمه مرة ثانية؟ بيرد دراجون أو التنين الملتحي. تمام. بالعربي. كانت تقول لي لما نرد الكويت إذا موجود راح ناخذه. رحت رديت الكويت، طبعا جبت معي كم شغلة. رديت الكويت، كان أشوف إذا تعرف كان في موقع اسمه توقع مزاد. تمام. قديم، موقع قديم. على شفت عرض يعني؟ اي شفت عرض كاتبين، وقديم العرض بعد، كان 2012 يعني. تمام. قبل سنتين. قلت خليني اسال يمكن موجود. دقيت على الريال واتفقت معاه وخذيته. طلع موجود؟ اي طلع موجود. خذيته وربيته وكل شيء. طبعا ما كنت اهتم فيهم قبل صراحة يعني. ما كانت في خبرة. ما كانت في خبرة. خذيت الخبرة من امريكا، لكن كنت بعمر صغير وانه يعني ما عندي المادة او الامكانية اني اخذ الشغلات الغالية هذه حقهم. ربيتهم ربيتهم ربيتهم، بعدين قطعت فترة، قطعت تقريبا 4 سنين، والحين الحمد لله السنة رديت. ما شاء الله قاعد اشوف انواع وايد يعني. اول شيء بتكلم عنه خلي الحياية والسحالي، توريتني الحشرة. ايه اللي هي المانتس. فرس النبي. فرس النبي اسمها. ايه. كلمني عنها. أوركيد مانتس. شلون عرفتها وين لقيتها؟ طبعا هذه انا قبل فترة عرضها اكاونت من الاكاونتات، عرضها وقلت له ابي منها، شفتها عجبتني، اقرا عنها وكذي. هالحشرة يعني انها نادرة شوي بالكويت، و تاكل يعني حشرات اكبر من حجمها بعد. فانا انا إيه انا يشدني الشيء اللي يعني يعني في شيء غريب. اي شيء غريب يعني، شيء جديد. ايوه هذه شيء جديد معناه سبحان الله يعني. حجمها ماكو يعني، هي إيه صغيره يعني، تكبر بعد. اي تكبر بس تكبر. اي تكبر بعد. قلت له ابي منها، قلت له ان شاء الله اذا جبتها قول لي، والحمد لله جابها. وفر لك يعني. وفر لي اياها، وقبل كم يوم خذيتها. بس الله يبارك لك فيها. ما قصرت. الله يجزاك. وبنتكلم عن الورل. الورل السافانا مونيتور. سافانا شنو؟ سافانا مونيتور. تمام. ورل سافانا. هذا النوع طبعا يربونه، شفته هناك بعد بامريكا. يربونه وايد ناس، وطبعا هناك عندهم رخيص ويربونه بكثره. متوفر. متوفر بكثره. انتاجهم طبعا مو يعني انتاج زارع، مو انتاجهم. في ناس يبون صيد يعني، على في تجار الجمله يبونها صيد هناك. صحيح. يبونهم صغار. تمام. حلو، ما يعض وايد يعني، على حسب موالف. تربيتك موالف. اي
في انواع وايد من الاورال وذكيه صحيح. يعني تقدر تدربها على الخفيف، مو تدربها نفس تعلم. يعني تقدر تعلمها على كم شغله مثلا، يعني وين مكانه وين مثل ما قلت لي انت قبل شوي، قلت لي يدل مكانه، يدل مكانه، يهد البيت يروح لمكانه ويدل مكانه. ما شاء الله. الحيايه كم نوع عندك؟ الحيايه عندي الحين 6. 6 انواع. اول نوع شنو؟ اول نوع عندي الهوغ نوز. الهوغ؟ الهوغ نوز اللي هي هي حيه يكون خشمها يعني صاعد لفوق، ايش يسموها الهوغ نوز. الهوغ اللي هو الزكلر الخنزير. تمام. الهوغ نوز انه صاير خشمها مرتفع عشان تحفر، وميزه الحيه انها تسوي روحها ميته. شلون طريق شلون تسوي روحها ميته؟ انه لما تحس بخطر، اذا كان عليها خطر ولا شيء تسوي روحها ميته، تنقلب وتلف على نفسها وجلد يعني يعني جلدها يطيح، اي مسترخي ما تشد جلدها، تبين حق اللي قدامها ان انا خلاص ان انا ميته. ميته اي. وفيها سم خفيف، سميه خفيفه بس ما يأثر على الانسان وايد، يعني الا اذا فيك حساسيه يعني، يعني تروح مستشفى تاخذ مضادات بس اذا ماكو شيء. اي اذا فيك حساسيه مثلا من قرصات النحل او شيء ممكن يعني تحسس، تقعد بالمستشفى يتحسس. صحيح. طبعا النوع موجود بامريكا وفي منه مورفات. طبعا المورفات اللي هي ان جينات بالحياه. تمام. على يعني ينتقي المنتج او مثلا ياخذونه من افريقيا، مثلا في انواع مثل البول بايثون. تمام. افريقيا في مثلا تكون لونها بالطبيعه يلقونها لقوها شكلها طبيعي، اقصد لونها مو طبيعي، مو طبيعي. اي ياخذونها يبيعونها حق منتجين بامريكا، ينتجون مثلا هذه عن هذه يصير فيها هت اللي تكون تطلع نورم، لا تطلع نورمال. أوكي. لكن حامله جينات الحيه اللي مو طبيعيه. تمام. فتنتج الهت مع الهت يطلع لك هالحيه اللي هي مو طبيعيه. نفترض في انواع مثلا يعني هذا النوع مهجن نقول. اي مو مهجن، تلاعب بالجينات، مثل يعني خلل جيني. تمام. فيطلع الوان حلوه، في وايد انواع، في تقريبا فوق الألف نوع ما شاء الله على حسب خبرتي. وايد الوان في طلعوا من الحياه، مثل هذا الهوغ نوز طلعوا فيه الوان. طبعا انا المقصد يعني هو مو موجود بالطبيعه كذي، يعني مو كلهم موجود بالطبيعه، في انواع موجود القوه بالطبيعه ان فيها مثلا لون زايد، يعني مثلا جيني. يكون الخط اعرض او شيء كذي خلل جيني، ياخذونها بس مو كل الالوان اللي بالطبيعي. تمام. في الوان مثلا ركبوا هذا على هذا وخذوا هذا على هذا، اي تركيبات. طبعا الحين يبلشون بالسحالي، وفي عندك على في نفس الطريقه، على نفس الطريقه، في بالضفادع، في وايد انواع. يعني الهوغنوز طلعوا كم لون حلو بعد. ماشي. الهوغنوز مثل ما قلنا. النوع الثاني شنو بولي؟ النوع الثاني عندي اللي هي الكاربت بايثون، الجنجل كاربت. اي اللي هي تقريبا يكون شكلها قريب من البول بايثون. لا الكاربت اللي هي تكون عشبيه، نقول مو عشبيه يعني تعيش باستراليا. ايه الكاربت طبعا نوع يعتبر شجري، مو شجري، في انواع تعتبر شجريه. هي 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 تعتبر شجريه. اي فضروسها شوي تكون اكبر. في عندك الجرين تري بايثون تكون اكبر، يعني من اكبر الانواع، يعني اكبر الحياه اللي ضروسها يعني عوده شويه تكون كذي ضروسها. فلما يعني عضتها شوي قويه عشان ليه؟ اذا هي اي اذا كان اذا كانت بالشيره، اي اذا مر مثلا طير او شيء تقدر تمسكه عشان ضروسه يعني تقدر تشلب، تقدر تسكر عليه بالفريسه. اي فهذه شويه ضروسها كبار شويه. فيها مشاكل بالتربيه ولا لا؟ ماكو فيها، سهله سهله تربيه، سهله بس تبر وير. تمام. هذا طبعا حق المنتجين. انا عندي تقريبا كم حيه، وان شاء الله يعني راح احاول اني ازيدهم ان شاء الله. فعشان كذي قاعد احطهم بالتبرير، لان اذا كل واحد حوض يعني ما عندي مكان. تكلفه ومكان. تكلفه ومكان. صحيح. وهذا يعيشون فيه وحياه طبيعيه واكثر من طبيعي، مرتاحين بعد. ما يعني ما تكون مقصر فيه. ما اكون مقصر فيها، ماي كل يومين ابدله واكل كل اسبوع. تمام. والتبرير بس، والحراره تحتها الهيت مات. عشان تعدل الرطوبه. رطوبه طبعا اذا ابي رطوبه اخلي الحراره متوسطه. تمام. اخلي الفتحات اقل، التهويه اقل. وارش ماي على الحوض، ويعني عشان تطلع تسوي جو. تمام. النوع الثالث. النوع الثالث عندي اللي هو الاريزونا او الاريزونا ماونتن سنيك، كينج سنيك. اللي هي تكون حيه حمراء. تمام. مخططه باسود وابيض، تكون متشابهه اذا تعرف حيه المرجان او الكورال سنيك سامه البحريه. لا مو البحريه، في كورال سنيك سامه. تمام. معروفه. لا والله ما اعرفها. معروفه الحيه. تمام. تكون سامه، هذه تشابهها عشان شنو؟ الحيوانات عزك الله ياخذون شنو هذه الحيه هي اللي سامه. ها
اوكي عشان هذه دفاع دفاع عن النفس بعزك الله الحيوانات اي شيء ملون يعتبرونه خطر نفس ما لاحظ اكثر شيء بالضفادع بعد اي بالضفادع الضفادع في انواع سامه بعد هذا الكلام النوع الرابع النوع الرابع عندي اللي هي الرينبو بوه اللي هي اللي كلمتنا قلت لنا الرينبو انها تطلع الرينبو بالرطوبه اي سبحان الله واللي بعده الخامس اللي هو الرتل اي والسادس الاخير السادس هذه اللي هي البلود بايثون هذه طبعا شنو ميزتها شلون لونها يكون نفس الدم يعني عشان تي يسموها بلود بايثون تمام شرسه لكن في مرات يعني تتروض يعني تتروض اي بس انها يعني معروفه انها شرسه تمام يعني سامة؟ لا مو سامة اي نوع من البايثون العصارات هي المسامة ما في سمية هذا اللي عندي طبعا المورف اللي هو التي بوزيتيف البينو تمام اللي يكون البينو اللي عيونها حمر اكيد شايله البلاك بيجمنت اللي هو اللون الاسود من اللون هاي البوزيتيف اللي يكون الحمار طالع شوي تمام في انواع وايد منها في الوان وايد طلعوها الحين بس مو كثر البايثون يعني بس انه انواع يعني الوان حلوه شلون نقول انتقيتها ابو وليد طبعا انا الحياه في اشياء بالي تكون مثلا في انواع معينه ببالي يعني ما اخذ اي شيء يعني اي شيء موجود اخذه مو اللي متوفر انت في شيء بخاطرك في انواع وايد يعني في عندك قبل انا مربي انواع وايد تمام بس انه الحين في شيء ببالي ابي اجمعه او مثلا ابي اقتني تبي تقتني مجموعه اي هذه انا يعني نقدر نقول مثلا نوادر او مو موجودين مو متوفرين اي مو متوفرين وايد يعني مثلا تي بوزيتيف موجود منها يمكن ثلاث او اربع بالكويت وشخص اي شخص او شخصين يقتنون ثلاثه ذي وانا اقتني واحده الحمد لله ما شاء الله الحمد لله شنو ناوي عليه قدام انت شنو مستقبليا حاط ببالك فكره انتاج مثلا ان شاء الله في فكره انتاج ان شاء الله حياه ان شاء الله جاهز مجهز مكانك مو مجهز لكن يعني في نوع انتاج انت ناوي عليه ان شاء الله انا واحد ان شاء الله من ربعي ان شاء الله في عنده نقدر نعرف شنو شنو هي اتوقع ان شاء الله انت اللي يفكر فيها يعني يا البلود او الكاربت ان شاء الله البلود او الكاربت ان شاء الله ايش معنى لان البلود متوفر اعرف كم شخص عنده نثيه تمام او اتوقع هذه نثيه او ذكر ما ادري بس ان شاء الله مع الوقت لان لازم تكبر شوي عشان نعرف النثيه صحيح. ذكر والكاربت انعرضت علي نثيه بعد هذا ذكر ان شاء الله اذا الله كتب ان شاء الله راح عسى الله يوفقك ان شاء الله اجمعين ان شاء الله باذن الله بنتكلم عن المتغشغر المتغشغر نسميهم زهويه صراصير هذه شلون الفكره هذيل طبعا ما حد يوكلهم حق زواحف ليش؟ لان فيهم شوك من تحت فيهم شوك اي ياثر نقول على امعاء الهيئه نفسها اي وطبقتها الطبقه اللي فوق تكون قاسيه صلبه تمام فما تقدر توكلها زواحف الا مثلا عندك المونيتر يقدر ياكله لك راح يتعور تمام. لان الشوك راح يجرح انت شلون خليتهم شلون فكرت فيها طبعا في عندي هالنوع وعندي دوبي روتشز دوبي روتشز يكون اصغر هذا حق تمام. علف تقدر لكن مو متوفر بالكويت يعني مو متوفر بكثره يعني لكن تربيته هنا بالكويت مو حق علف لا حق الهيسن كوكرج مو حق علف تمام في ناس يوكلون حق علف بس صعبه يعني ما في احد متوفر. يعني ما في احد عنده المونيتر العود اللي ببالك يعني بالكويت انت يعني شفته مثلا تقول والله شفته عند احد وعجبك خذيته ولا تفكر فيه لا انا كنت افكر فيه وخذيته بامريكا قبل ايه؟ لكن مات عندي لانه ما اهتميت فيه صحيح خذيت واحد في ناس يعني انا استغربت انه في شخص عرض النوع من هذا من الصراصير والناس تبيه حتى ايه؟ في بنات يعني في طلب اي في البنات. طلب في بنات يبون يعني مو يبون بس انه يعني كنا عندهم رغبه اي عجبتهم الفكره انه اذا جسته يطلع صوت حجمه عود صحيح انا شفت حجمه ما شاء الله وضاف انتاج يعني ما في مصاخه ما في شيء ما في مصاخه يتنظف انا كنت قلت لي انت تنظفهم مو انظفهم لكن أنظف يعني اهتم فيهم انظف مكانهم واهتم فيهم وطبعا هم ينظفون نفسهم معروف كل الحشرات ينظفون نفسهم والانواع هذه طبعا في وايد انواع من الصراصير في ناس تربي حشرات خاصه انا طبعا ربيت عناكب مع عناكب لكن ما توفقت فيهم ما مو اي فتركتها شيء يعني شفت ان الشيء مو لي مو داش براسك لا داش براسي ابي اناكب صراحه بس ما يعني نقول ما توفقت فيهم او ما توفقت فيهم ما توفقت فيهم يعني مهتم فيهم وكل شيء يقول لك في ناس يهتمون واخر شيء يفنق الشيء اخذت طبعا الدوبي روتشز اللي هم حق التعليف تمام
اللي هم يصيرون اصغر من المدارس. إيه. مشابهين حق اللي موجود بالبيوت لكن تمام. عليهم الوان شويه مثلا او مثل علامات رسمه نقول اي رسمه او شيء. الريال قال لي عندي دوبي روجز، سالته كم سعرهم كذي وخذيت كميه خذيت وناطر انتاجهم لانه صار لهم الحين تقريبا عندي 3 اشهر ما انتجوا بس ناطر ان شاء الله ناوي ان شاء الله تنتج اي ان شاء الله انتجوا ان شاء الله عسى الله يوفقك اجمعين ان شاء الله. وشفنا ما شاء الله سلاحف يعني شيء حلو شيء نادر عدل عدل. تكلمنا عن الانواع اللي عندك. طبعا انا عندي 25 نوع ما شاء الله او 25 سلحفاء و24 نوع ما شاء الله. طبعا الانواع هذه خذيتها من محل بالكويت تمام مسموح طبعا مسموح بها مسموح بها صحيح. وخذيت رحت المحل وفي كم نوع قلت له ابي ببالي هو ياب كم نوع لكن في انواع انا ابيها قلت له اي قلت له اذا تقدر تجيبها ان شاء الله وانا اضمن لك انها راح تمشي بالكويت يعني اتفقت معه اي اتفقت معه واتفقت مع كم واحد من الشباب يبون كذي وقلت له اذا تبون ان شاء الله راح يوفرهم الريال. يابهم الكويت والحمد لله بديت من تقريبا 5 اشهر ما شاء الله بديت بسلحفاتين الحين ما شاء الله عندي 25 ما شاء الله عندك 25 و24 نوع 25 ابي يعني ما شاء الله وايد 24 نوع. بنتكلم على النادرين حلو كم نوع عندك؟ النادرين شوف هو تقريبا المعرض للانقراض اللي عندي اللي هو اليلو سبوتد امازون تيرتل يلو سبوتد اي هذه معرضه للانقراض بالطبيعه بالطبيعه لكن موجوده بالانتاج اي اي يعني إن اذا واحد لقاها يحرص انه ياخذها عشان حرام يعني تقول اقتناء طيب اي اقتناء طيب حق الهاوي اي وفي عندك مثلا يعني طبعا كل شيء مثلا برا متوفر بامريكا متوفر عندنا هني شوي صعب شوي صعب السلاحف ما موجوده لكن على حسب الانواع اي على حسب الانواع اللي يقدر يجيبها مثل ما صحيح. تعرف ان في بجمارك يعني مرات يعني في انواع ممنوعه ممنوعه تطلع اي ممنوعه تطلع او مو ممنوع ممنوع الدش ممنوع الدش بعد اي فياخذونها اذا في انواع ممنوعه ياخذونها ويدخلونها حديقه الحيوان اي وخذيت هالانواع خذيت ال 24 نوع تمام. في انواع مثلا انا كنت ابي هالنوع قلت له ابي هالنوع وياب لي اياه. في انواع مثلا عندك انا ذكرت اللي هو اليلو هيد سبوتد وفي المكسيكان جاينت ماسك تمام وفي الاليجيتر سنابيون تيرتل الاليجيتر صح أي. ما كلمتنا عنها الاليجيتر هذا نوع الكل يحبه سمعنا بالماي هادي او ما طلع راح يبطل حلجه تمام هو يقعد بالماي شلون طريقه اكله تقدر تعوده انه توكله بالملقط او بيدك او انه تخليه نفس طبيعته طبيعته شلون يبطل حلجه لسانه يكون فيه نفس دوده بس هو مو دوده لسانه نفس الدوده يحرك لسانه يحرك لسانه تنقول يشوق اللي قدامه الفريسه اي تمر السمكه او ضفدع او شغله وسكر عليه وسكر على الحلجه وراحت راحت. في نوعين من السمك تيرتل طبعا في الكومن وفي الاليجيتر. الكومن اللي هو النوع شنو فرقه على الاليجيتر اللي شفناه؟ الاليجيتر بس قاعد مكانه تمام الكومن حركي ويلحق الفريسه يلحقها اي وشرس اكثر سبحان الله إيه. هذه طبعا اللي شفناها عمرها صغير عدل؟ اي هذه صغيره هذا اكبر يعني. نوع سلحفات ما يعذب ما شاء الله اي تصير كبيره عوده عوده وراسها يصير هالكبر تقريبا راس يعني تكبر ايه. ما شاء الله اي تكبر تكبر حجمها كبير اي تكبر وايد صار. طبعا انا يمكن اشوف شيء نادر يمكن انتاج سلاحف ما في عندنا صح؟ بالكويت نادر يمكن واحد او اثنين وانتجوا الريد اير اللي هي العاديه الخضراء العاديه اي المعروفه الخضراء اي ما تسوق اي انت الحين تقول لي ناوي على ان شاء الله ان شاء الله كاربت بايثون ان شاء الله كاربت بايثون ورتل ان شاء الله ورتل ان شاء الله واذا في شيء بعد ما قلت والله ان شاء الله في شيء كنت خاشه احاول ارد على العناكب ان شاء الله ها للحين بخاطرك طبعا انا قبل كان عندي رينبو بوه ايه. ربي ما وفقني فيها تمام. قبل كنت كل ما اجيبها سبحان الله اسوي نفس ما واحد من ربعي يسوي بالضبط نفس الحوض نفس كل شيء بس توافي ما تاكل ما تاكل ما تاكل كلش ما عرفت شنو السبب ما حاولت تشيك مرات تكون ان هي صغيره فما تقدر تاكل مو عارفه تاكل مو عارفه تاكل فلازم تسوي اسست فيد انا سويت لها اسست فيد لمده 4 اشهر بين فجاه بس ما ماتت إيه. طبعا هذا كان سوء اهتمام مني صحيح. بس انه هم يعني هم حاولت حاولت زين والحين الحمد لله يعني خذيت واحده والحمد لله مشت تاكل ويا. ومشت وياها الحمد لله ما شاء الله طبعا ما راح اوقف انا طبعا يعني راح عسى الله بالعكس اتمنى ان شاء الله وبنشوفك ان شاء الله مره ثانيه وبنقابلك ان شاء الله عسى الله يوفقك اجمعين ما قصرت شكرا لكم على متابعتكم وبنشوف ان شاء الله حلقه ثانيه مع اخوي خالد الغيث تشرفنا فيك مع السلامه شرفني.